بالأربعة. خطأ لمصلحة فريق الوصل، هذه عرضية في المرمى. لا نعم يا سادة، جول أول الوصل. الوصل يسجل أول الأهداف في كرة مباغتة وفي كرة أكيد ممكن لم يتوقع حارس المرمى علي الحسني، لم تتوقف حتى الشباك. هي ضربة حرة مباشرة بهذه الطريقة، شوف اللقطة، لمست أحد اللاعبين أم لا، مرت على طول على طول، ممكن مرت من جانب اللاعب الروخو لكنها وصلت إلى الشباك وممكن لحسن إبراهيم أو محمد عبد الرحمن. الهدف يحتسب لمحمد عبد الرحمن، عجب، مش ممكن هذه الكرة لم يلمس أحد. عودة محمد عبد الرحمن مرة أخرى إلى تشكيلة الفريق الوصلاوي، ممكن هذه على ما أعتقد هذه المباراة الثانية لمحمد عبد الرحمن. هل لمسها أراوخو أم لا، أم الحكم الرحمن حتى لمسة جميلة، تسديدة قوية في الجول، في الجول بتسديدة قوية من عبد الله خميس. عبد الله خميس وتسديدة صاروخية في المرمى يا هيلمان، هدف ثاني لفريق الوصل بعد لمسة رائعة بانطلاقة جميلة من سالم العزيزي اللي انتحر مع الكرة ولم يتركها تغادر أرضية الملعب. شوف هذه الكرة اللي ممكن كادت أن تكون كرة ميتة، لعبها إلى محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن حطها بشكل ممتاز في منطقة الجزاء للاعب، يحافظ على الكرة، ممكن يمر، لا زال يبحث عن العرضية، ممكن جول. يا سلام على غانم، يا سلام يا سلام على لمسة وعلى لعبة وعلى كرة جميلة جدا لغانم أحمد اللي يسجل الهدف الثالث. اللاعب الشاب غانم أحمد دخل ليسجل، اللاعب الشاب اللي ضرب الكرة بقدمه اليسرى وجابها في الشباك ليسجل هدفا ثالثا لفريق الوصل في هذه اللحظات بعد اللمسة الجميلة اللي كانت من منتصف الملعب من حبوش. هذه الكرة اللي كانت من غانم كانت أحمد مع انطلاق الهجوم، محمد عبد الرحمن يلعب على اليسار، هذه خطيرة، هذه خطيرة، ممكن الجول الرابع، ممكن الرابع، الرابع يأتي بطريقة جميلة، الرابع يأتي بطريقة رائعة. جيفرسون يا دوغلاس، دوغلاس يصل إلى المرمى ويسجل هدفا رابعا ويقسو على عجمان، فرحة اللون الأصفر في مدرجات زعبيل وفرحة كبيرة لمحمد عبد الرحمن صاحب الأسيست في اللقطة الماضية واللي كان مشارك كذلك في الهدف الثاني وكان هو الذي سجل الهدف الأول في هذه المباراة. أداء مميز لمحمد عبد الرحمن في هذا المساء، أعطى كرة جميلة وهنا جيفرسون دوغلاس تلاعب بالمدافع أحمد عيسى وسجل الكرة بطريقة سهلة وبأريحية كبيرة، جاب في الشباك ليتقدم الوصل بأربع